برضه معلش الحديث الثالث، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اهدني لما اختلف فيه. دعاء في استفتاح صلاة الليل. أيوه، حديث عائشة في دعاء استفتاح صلاة الليل، لأن النبي عليه السلام كان يقول في دعاء استفتاح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الخبر أعله أبو الفضل الهروي من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وهو فيه كلام فيه يعني ضعيف يعني أو كده، أعله بالضعف، لكن هو كدعاء يقال، لكن كاستفتاح لصلاة الليل فيه كلام. طب انا ممكن اقول يا شيخنا مثلا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل اهدني مثلا، او جائز كدعاء او كده، ولا انا اللي بقول لك كدعاء جائز، انت متسرع. قلت لك كدعاء جائز. طب ادعي لنا بالشفاء يا شيخنا. الله يعافيك، عافيه من عنده، ويعافينا ويعافي المسلمين والمسلمات.